الدوام في اليوم بالحكومه السابقه احد الوزراء السياديين زين. فقلت له مع الوزير ترى هذا الموضوع والله العظيم مو صحيح، فاني افضل له رجع الامور. كان يقول لي والله يا استاذ سرمد باكر استدعوني بس النواب ويقيلوني. قلت له لا والله. قال لي والله زين، هذا اذا وزير وزاره سياديه ويخاف لانه اللي يستدعوه بس النواب ويقيلوه. وهسه فعلا بس احنا ما شفنا اقالات في البرلمان، ايش معنى انه هذا الوزير راح يقال؟ تهديد تهديد تهديد، بالاضافه الى انه من طلعت من يمه لقيت امراه قاعده، يعني مره قاعده وحاطه قدامها صفطه يعني مال هيجي فد اوراق وهذه، فهو اشر لي قال تفضل انت تنتظر اوقع لي كلهم نائبه.